وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار العقيد الركن محمد بن غدير رئيس المكتب التنفيذي للجنة اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث. أهلا بك سيد محمد. بداية طبعا بالعودة إلى بيان وزارة الداخلية التي تم إصداره بالأمس، فكان كلنا تابعنا بأن هناك بأن البيان يؤكد على جملة من الإرشادات والتوجيهات من بينها قواعد سلوكية طبعا واجتماعية مطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا، سواء طبعا يتعلق بالخروج من المنزل أو حتى التجمعات العائلية وغيرها. كيف لهذه النصائح، كيف لهذه التعليمات أن تساهم أو أن تعزز من الجهود الوطنية، ونتحدث عن الدور الفاعل لهذه يعني التعليمات وهذه الجهود؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني تنفيذ للقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وتماشينا في الحقيقة مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء فيروس كورونا كوفيد 19 وتطبيقا لمنع يعني التجمعات لأكثر من 5 أشخاص بهدف الحماية والسلام لجميع أطياف المجتمع البحريني سواء المقيمين أو المواطنين. ففي الحقيقة وزارة الداخلية يعني دعت مؤخرا مثل ما أسلفتي بالتقيد ببعض الأمور والإجراءات الاحترازية والتي في الحقيقة راح تضمن لنا يعني احتواء الفيروس كوفيد وانتشاره بإذن الله تعالى. واسمحي لي ان اعيد واكرر النقاط اللي اسلفتها في السابق، هو يعني الخروج من المنزل للتحرك للعمل او يعني شراء الادويه او الذهاب للمستشفيات او لشراء الاحتياجات المعيشيه الضروريه. الاخذ في الاعتبار اثناء يعني ممارسه الرياضه في الطرقات العامه ان تكون بشكل مثل ما اسلفتي فردي او اجتماعي يعني بحد اقصى. مع مراعاة ترك المسافة الكافية بين الأفراد، مع يعني مراعاة عدم اصطحاب الأطفال وصغار السن في أثناء فترة الرياضة، عدم التجمع أو الجلوس أمام المنزل أو الطرقات العامة لأكثر من 5 أشخاص، منع التجمعات بالمنتزهات والسواحل العامة، على وعلى ذلك الالتزام بالتدابير الوقائية أثناء اللقاءات العائلية والاجتماعية، ويشمل ذلك على سبيل المثال الأفراح والعزاء، وعلى أن تقتصر يعني مراسم تشييع الجنائز على الأقارب فقط. في الحقيقة يعني كل هذه الإجراءات هي تصب في يعني في خدمة المواطن والمقيم. واحنا في الحقيقة كما أنت أسلفتي احنا ليس لدينا شك بروح الوطنية لجميع أطياف المجتمع البحريني. الأزمات اللي مرت عليها مملكة البحرين أثبتت لنا في الحقيقة يعني تكاتف الجميع بهدف واحد، ألا وهو يعني عودة الأوضاع لطبيعتها. فلله الحمد احنا يعني لمسنا في الوقت السابق مدى الحس الوطني للمواطنين والمقيمين ومدى التعاون في الحقيقة بين هؤلاء المجتمع مع وزارة الداخلية بهدف يعني تقليل الأضرار بقدر المستطاع. نعم، سؤال في سؤال مهم جدا، لأن هناك حملات توعوية يعني لنشر مثل هذه التعليمات وهذه المفاهيم بين المجتمع، بين أطراف المجتمع. نعم، في الحقيقة يعني جميع إدارات وزارة الداخلية مثل ما نقول نزلوا ميدانيين إلى طبعا المدن والقرى. جميع الإدارات يعني تعمل تحت منظومة واحدة منسقة بهدف نشر يعني الثقافة التوعوية بما يخص فيروس كورونا وانتقاله، وطبعا الجهود هي متتالية. يعني ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يعني يديم علينا نعمة الأمن والأمان يعني تحت قيادتنا الرشيدة. وفي الحقيقة هذه هي يعني فترة زمنية إن شاء الله بإذن الله راح تمر
بسلاسة بإذن الله من تكاتف الجميع. في نهاية الحديث طبعا، هل هناك كلمة تحب أن توجهها من خلال شاشة تلفزيون البحرين إلى المواطنين والمقيمين بهذه يعني بخصوص يعني اتخاذ الإجراءات والالتزام بهذه التعليمات والإرشادات؟ في الحقيقة يعني في نهاية المقابلة ليس عني في الحقيقة إلا أني أؤكد مستوى التعاون بين المواطنين والمقيمين مع وزارة الداخلية. لله الحمد هنالك لغة يعني متبادلة مشتركة. وهذا ليس بغريب على المواطن البحريني، مثل ما أنا أسلفت بأن الوقت والزمن اللي فات يعني أثبت لنا مدى هذا التعاون. ربما هذا التفاهم هذا الوعي اختصر كثيرا عليكم من الوقت. بالتأكيد بالتأكيد. نعم طبعا، في نهاية اللقاء أشكر العقيد ركن محمد المنقدير رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، كنت معنا في استديو مركز الأخبار، شكرا جزيلا لك.